السيسي يواصل زيارته للبرتغال واليوم في مقر البرلمان والأكاديمية العسكرية. النقد تقبل طعن مرسي في قضية التخابر مع جهات أجنبية وتعيد المحاكمة. ومعكم أيضا في هذه النشرة. في الطريق لتحرير الموصل، القوات العراقية تستعيد 3 قرى جديدة. انتصف نهار القاهرة، نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من النهار اليوم، أهلا بكم. يختتم اليوم الرئيس عبد الفتاح السيسي زيارته الرسمية إلى البرتغال التي استمرت لمدة 2 يوم، ويتضمن برنامج عمل الرئيس اليوم لقاء مهما مع كبار رجال الأعمال البرتغاليين المعنيين بمجالات الطاقة الجديدة والمتجددة والإنشاءات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والنقل البحرية، فضلا عن زيارته للأكاديمية العسكرية العليا البرتغالية تعقبها زيارة إلى مبنى البرلمان البرتغالي. جدد الرئيس عبد الفتاح السيسي التزامه الشخصي بالعمل الوثيق مع الرئيس البرتغالي دي سوزا من أجل تطوير العلاقات الثنائية بين مصر والبرتغال. جاء ذلك خلال مأدبة العشاء التي أقامها الرئيس البرتغالي على شرف الرئيس السيسي في قصر أجودا في لشبونة. أجدد لكم التزامي الشخصي بالعمل الوثيق معكم من أجل تحقيق هذا الهدف، وأعتقد أننا وضعنا في مباحثاتنا اليوم وكذلك في مباحثاتنا مع السيد رئيس الوزراء أساسا قويا يمكننا البناء عليه خلال الفترة القادمة. وأكد السيسي أن الشعب المصري يثمن بقوة مواقف البرتغال المتوازنة تجاه التطورات التي شهدتها الساحة السياسية في مصر على مدى السنوات القليلة الماضية. وأنني أؤكد لكم أن الشعب المصري يثمن بقوة مواقف البرتغال المتوازنة تجاه التطورات العميقة التي شهدتها الساحة السياسية في مصر على مدى السنوات القليلة الماضية، ووقوفها بجانب إرادة الشعب المصري في بناء دولته الديمقراطية المدنية الحديثة، وكذلك دور البرتغال في توضيح الصورة الحقيقية للتطورات في مصر لشركائها الأوروبيين، وتأكيد أهمية دعم مصر بقوة في هذه المرحلة التاريخية بالنظر إلى الارتباط الوثيق بين أمن واستقرار مصر وأمن واستقرار القارة الأوروبية. واعتبر السيسي زيارته للبرتغال نقطة انطلاق محورية لمسار نشط ومستدام للتعاون والشراكة بين البلدين. إنني أعتبر زيارتي للبرتغال نقطة انطلاق محورية لمسار نشط ومستدام للتعاون والشراكة بين بلدينا الصديقين. وفي هذا الصدد فأنني أتطلع للعمل والتواصل المستمر معكم من أجل متابعة وضع الأطر التنفيذية التي تترجم توجهنا المشترك للارتقاء بالعلاقات إلى مستويات غير مسبوقة من التعاون، سواء على الصعيد السياسي والدبلوماسي أو الاقتصادي والتنموي. من جانبه، أكد الرئيس البرتغالي محورية دور مصر في الشرق الأوسط وتأثير أمنها واستقرارها بشكل مباشر على أمن واستقرار أوروبا، كما أشاد بالجهد الذي يبذله الرئيس السيسي لتقديم صورة معتدلة للإسلام وتعزيز الحوار بين الحضارات، فضلا عن دفع مسيرة السلام في الشرق الأوسط. وخلال لقائه مع أنطونيو كوستا رئيس الوزراء البرتغالي، أكد الرئيس السيسي أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، مشيرا إلى أن حجم التبادل التجاري لا يتناسب مع ما يجمع بين البلدين من علاقات سياسية متميزة. المباحثات تناولت سبل تطوير التعاون الثنائي في العديد من المجالات، لا سيما في القطاعات الاقتصادية والتجارية، كما تطرقت إلى مستجدات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط.
قال الرئيس السيسي أن لشبونة تعد جسرا للتعاون والحوار بين الشعوب ونقطة الانطلاق لحركة الاكتشافات الجغرافية الكبرى. جاء ذلك خلال زيارته لمقر عمودية لشبونة، حيث أهداه عمدتها مفتاح المدينة تقديرا للعلاقات التاريخية التي تربط بين مصر والبرتغال. كما وقع الرئيس في سجل الزائرين بمقر العمودية. إنني إذ أشكركم مجددا على تكريمكم اليوم، فإنني أرى فيه إعلاء وتوثيقا للصداقة الراسخة بين الشعبين البرتغالي والمصري. إنني على ثقة بأن التواصل بين لشبونة ومراكز مصر الحضرية العظيمة كالقاهرة والأسكندرية بما لهما من رصيد ثقافي وحضاري ممتد عبر التاريخ سيكون بمثابة إضافة هامة لجهود تعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية التي اتفقت مع كبار المسؤولين البرتغاليين على تحقيق نقلة نوعية فيها خلال الفترة القادمة. وعلى هامش زيارة الرئيس السيسي للبرتغال، بحث وزير الخارجية سامح شكري مع نظيره البرتغالي أغوستو سانتوس عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وناقش الوزيران سبل تفعيل العلاقات الثنائية وتطويرها ومتابعة ما اتفق عليه كل من الرئيس السيسي ونظيره البرتغالي خلال مباحثاتهما من خطوات عملية لتحقيق نقلة نوعية في العلاقات بين مصر والبرتغال، فضلا عن مناقشة عدة قضايا إقليمية ملحة. هاتفيا ينضم إلينا الدكتور أيمن سمير، أستاذ العلاقات الدولية. دكتور أيمن، بعد الترحيب بسيادتك، كيف ترى أهم النتائج الناتجة عن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى البرتغال؟ يعني بالتأكيد هذه الزيارة زيارة مهمة للغاية، لا تقتصر أهميتها فقط على العلاقات المصرية البرتغالية، لكنها تمتد أيضا إلى علاقات مصر مع دول مهمة أخرى مثل البرازيل. معروف أن البرتغال هي مقر منظمة الدول الناطقة بالبرتغالية، وهي تضم دول مهمة جدا في مقدمتها البرازيل وغينيا وموريشيوس وتيمور الشرقية وعدد كبير من الدول يصل إلى 8 دول، بالإضافة لثلاث دول آخرين بصفة مراقب. وبالتالي الدخول إلى السوق البرتغالي، وباعتبار البرتغال هي الشريك الأول التجاري للبرازيل، بيدعم المنتجات المصرية وبيدعم الرؤية المصرية في الدخول إلى البلدان الأخرى في مقدمتها أمريكا الجنوبية وأمريكا اللاتينية. هذه واحدة. الأمر الآخر، ظهر من خلال هذه الزيارة توافق كبير بين الرؤية المصرية والرؤية البرتغالية في حيال كثير من القضايا الإقليمية المهمة، في مقدمتها الوضع في سوريا وفي ليبيا وفي غيرها من أزمات المنطقة. ووضح اتفاق مصر والبرتغال على ضرورة أن يكون هناك الحل السياسي هو الحل الأول لمثل هذه المشكلات، مع الحفاظ على مؤسسات هذه الدول. أضيف أيضا البعد الاقتصادي بشكل كبير جدا. ربما بعض رجال الأعمال البرتغاليين باتوا يفكرون جديا الآن في العودة إلى السوق المصرية ومزيد من الاستثمارات في السوق المصري، بعدما أوضح الرئيس المزايا النسبية والقيمة المضافة لأي استثمارات تأتي من الخارج إلى مصر، تحديدا في المشروعات القومية في مصر. ومحور قناة السويس له أهمية خاصة بالنسبة للبرتغاليين. والدكتور أحمد درويش رئيس المنطقة الاقتصادية لهيئة قناة السويس زار البرتغال في شهر أكتوبر الماضي، والتقى ضمن مجموعة كبيرة مع الرئيس البرتغالي وعدد كبير جدا من رجال الأعمال البرتغاليين. وبالتالي هذه الزيارة أكملت المنظومة وأكملت حلقة التسويق التي تسعى عليها مصر لجذب المستثمرين البرتغاليين. خصوصا البرتغال نجحت أن تجعل من البرتغال هي رقم 19 على مستوى العالم في تحقيق الرخاء لأبنائها. يضاف إلى ذلك هناك حديث كبير جدا عن شراكة مصرية برتغالية في مجال السياحة، ومعروف أن البرتغال بيصل إليه حوالي 13 مليون سائح سنوي، رغم أن عدد سكان البرتغال لا يتعدى 10 مليون نسمة. وبالتالي لديهم خبرة كبيرة جدا في المجال السياحي، وهناك تفكير أيضا أن تساعد البرتغال مصر في جذب مزيد من السياح في الأسواق البعيدة، وهي تحديدا السوق البرازيلي، وهو سوق كبير وسوق مهم جدا. وحتى الآن هذا السوق بعيد جدا عن متناول السياحة المصرية. طيب دكتور أيمن، أيضا ماذا عن دلالة زيارته للبرلمان وللأكاديمية العسكرية البرتغالية؟
في الواقع زيارة الرئيس للبرلمان والأكاديمية العليا العسكرية البرتغالية لها دلالة مهمة جدا. أولا ينظر للرئيس السيسي في الغرب بشكل عام أنه شخصية قوية استطاع أن يكبح جماح الإرهاب وجماح التطرف في منطقة الشرق الأوسط، ويشيرون دائما إلى قول الرئيس السيسي أن منطقة الشرق الأوسط تحتاج إلى ثورة دينية حقيقية تعيد يعني الخطاب الإسلامي الوسطي وتكبح جماح المتطرفين. وبالتالي ينظر في وسائل الإعلام الغربية في مراكز الأبحاث الغربية للرئيس السيسي بأنه رئيس شجاع استطاع أن يتفوه بهذه الكلمات، ربما الأول زعيم في منطقة الشرق الأوسط واتخذ خطوات حقيقية ضد الإرهاب والإرهابيين. وبالتالي هناك نظرة أن الرئيس السيسي بيطرح رؤية متكاملة لمحاربة الإرهاب وليس محاربة الإرهابيين كما يحاول البعض. أيضا دعوة الرئيس السيسي لتشكيل التحالف دولي أو اتحاد دولي لمحاربة الإرهاب في اعتقاده هي دعوة لها صدى كبير جدا، لأن الجميع يدرك أن الأهداف التي تأسس عليها التحالف الحالي لمحاربة داعش في سوريا والعراق في سبتمبر 2014 هو حتى الآن فاشل، لأنه ربما يحارب الإرهابيين في الرقة أو في الموصل، لكن الفكر المتطرف بات أكثر انتشارا في العالم وصل حتى الفلبين شرقا وصولا إلى سان برناردينو في ولاية كاليفورنيا في أقصر الغرب الولايات المتحدة الأمريكية. تمام، أنا بشكر وجود حضرتك معنا الدكتور أيمن سمير أستاذ العلاقات الدولية، كنت معنا هاتفيا. ألغت محكمة النقد الأحكام الصادرة بالإعدام والمؤبد على الرئيس الأسبق محمد مرسي و21 آخرين في قضية التخابر مع جهات أجنبية، وكانت الجنايات قضت العام الماضي بالإعدام لثلاثة من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية، بينما عاقبت بالسجن المؤبد كل من مرسي وبديع و16 قياديا آخر. وتدور وقائع القضية وفقا للتحقيقات بين عامي 2005 و2013، وتورط فيها المتهمون بالتخابر مع جهات أجنبية عدة بينها حركة حماس وحزب الله اللبنانية. أكد وزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار حرص الوزارة على مد جسور التعاون مع أعضاء مجلس النواب وتوثيق الروابط القائمة بينهم وبين كافة قطاعات العمل الأمني. وخلال لقائه وفدا من نواب البرلمان، قال الوزير إن الاستراتيجية الأمنية تنحاز بالكامل للمواطن وتعمل على حفظ أمنه وحماية ممتلكاته في إطار الالتزام الكامل بالقانون ومبادئ حقوق الإنسان. اعتمد المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة التعريفة الجديدة المقررة للتاكسي الأبيض بعد عرض المقترح على المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء والموافقة عليه رسميا، وذلك نظرا لزيادة أسعار البنزين. جاءت التعريفة الجديدة بواقع 4 جنيهات لفتح العداد بزيادة جنيه واحد فقط عن التعريفة القديمة، على أن يصل سعر الكيلومتر ل 175 قرش بزيادة 35 قرش عن التسعيرة القديمة، كما ستزيد دقيقة الانتظار إلى 14 قرشا. هاتفيا للمزيد انضم إلينا سيادة اللواء محمد الشيخ سكرتير عام محافظة القاهرة. سيادة اللواء، بعد الترحيب بسيادتك، بعد الموافقة والاعتماد للتعريفة الجديدة، متى سيتم البدء في تطبيقها؟ صباح الخير يا فندم. صباح النور يا فندم. المشاهدين
طبعا حضرتك كنت متابعين وعايشين معانا الفتره اللي فاتت تحرك سعر الوقود والاسعار الاخرى، وتزامنا مع هذه القصه كانت المحافظه خدت اجراءات في التركيز الداخلي والخارجي، والحمد لله الامور مسكره داخل القاهره والناس كلها تقريبا متابعه وشاهد على هذا الكلام. تمام. كان فاضل عندنا بس جزئيه بتاعه التاكس واعداد التاكس الابيض، وتم التواصل مع الرابطه بتاعه السائقين في هذا الموضوع، بالاضافه الى البحث الميداني. احنا لقينا ان اللتر بيعمل حوالي متوسط 7 كيلو، لما قسمنا القصه فوجدنا ان الثمن اللي موجود حضرتك دلوقتي اللي انت اشرت ليه ثمن عادل لكلا الجانبين في هذا الموضوع. وتمت الموافقه من جانب السائقين. الجواب اللي جاي من الرابطه، ونحن تشاورنا مع بعض في هذا الموضوع، وتقريبا الحمد لله الامور تنطبق طبيعي. وزي ما سيادتك اشرتي كان السابق 3 جنيه بقى 4 جنيه فتح العداد. كان الكيلو متر الاولاني بجنيه و40 قرش، نفس القصه جنيه 75 قرش. كان ساعه الانتظار 12 جنيه بقت 14 جنيه، وتزيد بواقع 7 جنيه لكل ساعه اضافيه. طيب سيادة اللواء، بما أن يعني هناك رابطة وهناك من يمكن التواصل معهم من مسؤولين عن خدمة التاكسي الأبيض، كيف يمكن أو ما الذي يضمن لي الالتزام من جانب السائقين بتشغيل العداد والالتزام بهذه التعريفة الجديدة؟ أنا برضو هرجع حضرتك تاني وأشدك للتأسيس الداخلي والخارجي، ده أكبر ضمان أن احنا الحمد لله الأمور اعتقد مستقره الى حد كبير جدا، وده بالحملات الميدانيه الموجوده والتواصل مع الساده المواطنين. نفس الشيء هيتم على سائق التاكسي بايقاف التاكسي وسؤال الراكب الموجود ومعايره الاعداد الموجود واتخاذ الاجراءات القانونيه ضد اي حد يفكر انه يعدي في قرار الصادر. طيب انا كمواطن مستخدم للتاكسي الابيض، في وسيله مباشره للتواصل مع المحافظه اذا لم يلتزم اي سائق بهذه التعريفه الجديده للابلاغ عنه ربما؟ في الخط الساخن 114 داخل نطاق محافظه القاهره يتواصل بيه معانا، واي فرد شرطه موجود داخل نطاق محافظه القاهره يقدر يبلغه باي مخالفه هو شايفها. تمام. خليني اعيد على المشاهدين والمواطنين الرقم الساخن وهو 114. أيوة. تمام. أنا بشكر وجود حضرتك معنا سيادة اللواء محمد الشيخ سكرتير عام محافظة القاهرة. أكدت وزارة الصحة والسكان تحمل الدولة لفارق زيادة الأسعار في جلسات الغسيل الكلوية بواقع 60 جنيه لكل جلسة، مشيرة إلى عدم تحمل المرضى أي مبالغ إضافية من هذه الزيادة. وقالت الوزارة في بيان لها إن الدولة تتحمل من 500 إلى 600 مليون جنيه سنويا هي فارق سعر رفع الجلسة الواحدة، كما أوضحت أن نسبة المرضى الذين تجرى لهم جلسات غسيل كلوي بالمراكز الخاصة تبلغ 30.5% من إجمالي عدد المرضى على مستوى الجمهورية. طلب أعضاء نقابة الصيادلة بالغربية بتفعيل القرار الخاص بزيادة هامش ربح الصيدلي من 20% إلى 25% بالنسبة للأدوية المحلية، ومن 12% إلى 18% للأدوية المستوردة، وذلك خصوصا مع ارتفاع الأسعار، حيث جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد بمقر اتحاد النقابات المهنية الطبية بطنطا بحضور عدد من أعضاء مجلس النقابة العامة والفرعية لمناقشة بعض المشاكل التي تواجه الصيادلة. اجتماع النهارده بخصوص بنعمل ورش عمل لتطبيق القرار 94 الخاص بزياده ربح الصيدلي، ده قرار وزاري موجود وحصن بقرار قضائي، والمفروض هذا القرار يبقى يخش موقع او حيز التنفيذ دلوقتي، لانه ما عادش فيه اي مفاوضات، لازم القرار ينفذ. ما دام القرار وزاري وحصن بالقضاء يبقى قرار يكون لابد ان هو يبقى قابل للتنفيذ لكل الجهات المعنيه. النهارده حضرتك لما عارف مشكله الدواء ونقص الدواء في مصر والكلام ده كله، نقابه الصيدله بتعمل ورش العمل عشان تطلع بقرار وتبلور قرار وموحد، بحيث ان هي تقدر من خلال هذا القرار ان هي ما يزيدش سعر الدواء على المريض المصري، لان كلنا مع المريض المصري. انا بقول ان النقابه هدفها الاساسي توفير دواء امن للمريض المصري والمواطنين وبسعر يناسب. تاني حاجة الحفاظ على مصالح أعضاء الجمعية العمومية لنقابة السد الغربية ونقابة السد العام. أنا قدامي حاجتين اتنين، أنا بحافظ على المريض وبحافظ على أعضائي، وده دور النقابة. نشرتنا مستمرة وفيها أيضا
الخارجية الأمريكية تحذر مواطنيها من هجمات إرهابية محتملة في أوروبا. بعد الفاصل يتجدد اللقاء. تابع كل الأخبار الرياضية والحصرية على النهار اليوم في النشرة الرياضية. النشرة الرياضية مع فرح من الأحد إلى الخميس الساعة 3:30 مساء على النهار اليوم. يرضي مين؟ إننا نصرف ملايين والدعم ما بيوصلش للشقيان والفقير؟ بنضحك على بعض ولا بنضحك على مين؟ هنشيل الوهم ونوصل الدعم. أهلا بكم من جديد. أعلنت قيادة العمليات المشتركة في العراق استعادة 3 قرى في مدينة الموصل شمالية البلاد، وأكدت القيادة أن القوات الحشد الشعبية تمكنت من تطهير مطار تل العفر وقطعت الطرق المؤدية إليه غربي المحافظة، وتستمر القوات العراقية المشتركة في تقدمها نحو مركز مدينة الموصل بدعم جوي من قوات التحالف الدولي وسط مقاومة عنيفة من تنظيم داعش وازدياد عدد النازحين من المدينة منذ بدء عملية استعادة الموصل. طلبت منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسيف أطراف الصراع في سوريا بالتوقف عن قصف المدارس والمستشفيات ومرافق البنية التحتية المدنية الأخرى، مشددة على أن تلك أفعال مخالفة للقانون الدولي قد ترقى لأن تعتبر جرائم حرب. وقال المدير الإقليمي لليونيسيف في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إن جميع مستشفيات في شرق حلب خرجت عن الخدمة، بينما يعاني أكثر من 100,000 طفل من حالة الحصار والقصف العنيف مع تضاؤل مستمر في إمكانية الحصول على الغذاء والدواء. أعلن مساعد المبعوث الأممي إلى سوريا يان أيغلاند أن الأمم المتحدة تأمل في الحصول على موافقة روسيا وسوريا قبل الخميس المقبل على هدنة إنسانية في حلب، مشيرا إلى أنه تم الحصول على موافقة المعارضة المسلحة. وقال أيغلاند إن الأمم المتحدة تنتظر بفارغ الصبر رد موسكو ودمشق، وتأمل في الحصول عليه خلال لقاء المجموعات الفرعية لمجموعة الدعم الدولية. حددت مندوبة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة سامانتا باور أسماء ضباط في الجيش السوري وأجهزة الأمن، قالت إنهم متورطون بقصف المدن والأحياء المأهولة في عدة مدن ومناطق سورية. وفي كلمة لها خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي، اتهمت باور الرئيس السوري بشار الأسد وحلفائه باستهداف المدنيين في حلب، وشددت على أن الولايات المتحدة لن تنسى وسوف تلاحق هؤلاء الضباط. وأشارت المندوبة الأمريكية إلى أن روسيا ونظام دمشق لم يسمحوا بدخول المساعدات إلى حلب خلال الهدنة الإنسانية. ما زلنا في الشأن السوري، وفي محاولة للحفاظ على موروث حضاري دمره الصراع الدائر بالبلاد، بدأ طلاب من جامعات شمال شرق سوريا بالتعاون مع هيئة السياحة بدأوا في ترميم أثار مدينة الحسكة وعلى رأسها تل بيدر الأثرية. نتابع. مدينة تاريخية صارت خاوية على عروشها، فالحرب مرت من هنا. محاولات جاهدة بمدينة الحسكة السورية تقتفي أثار ما خلفه الصراع الدائر بالبلاد،
للحفاظ على إرث حضاري يرجع تاريخه إلى 6000 عام قبل الميلاد. بسبب ظروف الحرب والمناخ خرب كتير شغلات بالموقع، بقى قررنا نقوم نساهم بالمشروع، نقوم بإعادة ترميم المواقع وإعادة حضارتنا، ويعني نرجع كل شيء مثل قبل وأحسن، نقوم بترميمها. طلاب من جامعات شمال شرق سوريا أخذوا على عاتقهم مهمة ترميم وصيانة تلك المواقع بإشراف مباشر من هيئة السياحة، وبعد فترات من الدراسة والتقييم ها هم يقفون الآن بتل بيدر الأثري. يعتبر تل بيدر أو ما يعرف تاريخيا باسم نابادا من أهم المواقع في الألف الثالث قبل الميلاد، حيث يعتبر من أوائل دويلات المدن في شمال ميزوبوتاميا. أهمية الموقع كان عبارة عن محطة لمرور واستقبال القوافل التجارية بين مدن ومواقع الشرق الأدنى القديم، يعني حيث بين المناطق الواقعة في جنوب ميزوبوتاميا ومناطق الأناضول بحر المتوسط ومناطق زاغروس. مكان حوى وثائق تاريخية ولوحات وأختاما بلغ عمرها آلاف السنين، وجد من يقيمه قبل أن يتهاوى ليكون واحدا من آلاف مواقع سورية تشكو ويلات الحرب وتنتظر يد العون. إيمان الخولي، النهار اليوم. قصفت طائرات التحالف العربي مواقع تابعة لميليشيات الحوثي وصالح في مدينة تعز جنوب غربي اليمن. يأتي ذلك مع استمرار المعارك منذ أكثر من أسبوع في المحور الشرقي والشمالي الغربي لتخليص تعز من الميليشيات بشكل كامل. أعلنت القوات الموالية لحكومة الوفاق الوطني الليبية مواصلة تضييق الخناق على من تبقى من مقاتلي تنظيم داعش المتحصنين في حي صغير في سرت. وقالت القوات إنها استعادت نحو 15 منزلا ومدرسة في حي الجيزة البحرية من أيدي عناصر التنظيم الإرهابية. أعلن تنظيم داعش الإرهابي مسؤوليته عن الهجوم الانتحاري الذي استهدف مسجدا للشيعة في العاصمة الأفغانية كابولا، وأسفر عن مقتل 32 مدنيا على الأقل. من جانبها أفادت بعثة الأمم المتحدة في أفغانستان بارتفاع حصيلة ضحايا التفجير الانتحارية إلى 32 قتيلا وأكثر من 50 جريحا، معظمهم من الأطفال. حذرت وزارة الخارجية الأمريكية مواطنيها من تزايد مخاطر وقوع هجمات إرهابية في أنحاء أوروبا، خاصة أثناء موسم العطلات. ودعت الخارجية الأمريكية مواطنيها لتوخي الحذر في المهرجانات والأحداث المرتبطة بالعطلات وفي الأسواق المفتوحة، مضيفة أن هناك معلومات جديرة بالثقة عن أن تنظيمي داعش والقاعدة وجماعات تابعة لهما يواصلون التخطيط لهجمات في أوروبا. أعلن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب أنه سيتخذ في اليوم الأول من ولايته الرئاسية قرارا بالانسحاب من اتفاق الشراكة عبر المحيط الهادئ TPP، والذي وقعته 12 دولة عام 2015 باستثناء الصين. وأوضح ترامب الذي يتولى مهمته في 20 من يناير المقبل في شريط فيديو بثه فريقه الانتقالية أن اتفاق الشراكة عبر المحيط الهادئ يشكل كارثة محتملة بالنسبة إلى بلاده، مضيفا أنه بدلا من ذلك الاتفاق سيفاوض بشأن اتفاقيات تجارية ثنائية وعادلة تعيد الوظائف والصناعة إلى الأراضي الأمريكية. لقي 6 أطفال على الأقل مصرعهم وأصيب 23 شخص في حادث تحطم حافلة مدرسية بولاية تينيسي الأمريكية. وعثرت فرق الإنقاذ على الحافلة المدرسية وهي ملقاة على جانبها شبه منقسمة إلى نصفين جراء اصطدامها بشجرة. وأشارت الشرطة إلى أن السرعة ربما تكون أحد أسباب الحادث، لا
لكن التحقيق لا يزال جاريا. لقي 17 شخصا على الأقل مصرهم وأصيب 37 آخرون في حادث تصادم 56 سيارة على طريق بكين كايمينغ السريع في مقاطعة شانسي شمالي الصين، وذلك بسبب تساقط الثلوج والأمطار الغزيرة. وذكرت السلطات المحلية أن حالة المصابين مستقرة وأنهم يخضعون للعلاج بالمستشفى. هذا وشاركت الشرطة رجال الإطفاء والأطباء والمسؤولين المحليين في عملية الإنقاذ. ضربت موجات مد شمال اليابان بعد زلزال قوي في نفس المنطقة التي دمرها زلزال قوي وأمواج تسونامي عاتية وكارثة نووية عام 2011. وقالت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية إن شدة الزلزال الذي شعر به سكان طوكيو بلغت 7.4 درجة، وأن مركزه يقع قبالة ساحل مقاطعة فوكوشيما على عمق نحو 10 كيلومترات. استؤنف نظام التبريد في أحد مجمعات الوقود بمحطة فوكوشيما دايني النووية اليابانية بعدما توقف بشكل مؤقت إثر زلزال قوي ضرب شمال البلاد. من جانبها قالت شركة كهرباء طوكيو إنها لم ترصد أي تسرب إشعاعي في موقع هذه المحطة التي تضم 4 مفاعلات نووية، وتعرضت لموجات تسونامي بارتفاع يبلغ 1 متر بعد وقوع الزلزال اليوم، والذي بلغت شدته 7.4 درجة على مقياس ريختر. أعلنت السلطات المكسيكية مقتل 20 شخصا بموجة عنف جديدة بين عصابات إجرامية غرب البلاد، حيث تعتبر مدينة أكابولكو المكسيكية مركزا للمواجهة العنيفة بين العصابات الإجرامية على السيطرة على أسواق بيع المخدرات. أخبارنا الاقتصادية موعدها الآن. أكدت وزيرة التعاون الدولي سحر نصر أن مصر تتيح فرصا واعدة من خلال محور تنمية قناة السويس، وأن الحكومة ستطرح العديد من المشروعات في كافة المجالات الصناعية على جانبي القناة للاستثمار العالمي. جاء ذلك خلال مشاركة الوزيرة في احتفالية مرور 50 عاما على إنشاء منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية بالنمسا. وأضافت نصر أن الدولة اتخذت العديد من الخطوات الهامة لدعم المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة من خلال تعزيز فرص الحصول على التمويل. In a country with a very young population, they have contributed significantly in the value chain, in developing industrial areas in lagging regions, regions such as Upper Asia that have been lagging behind. قال وزير الصناعة والتجارة المهندس طارق قبيل إن قانون الاستثمار الجديد يستهدف إزالة كافة العقبات التي تعرقل الاستثمارات المباشرة. وأضاف قبيل في تصريحات للصحفيين بالعاصمة البرتغالية لشبونة أن وزارته ووزارة الاستثمار أجريتا عملية مراجعة أولى لمشروع قانون الاستثمار الجديد لضمان خلوه من أي بنود معرقلة للاستثمارات، مشيرا إلى أن وزارته حريصة على تنمية المميزات
التنافسية للقطاعات الصناعية في محافظات مصر وتصنيفها. افتتح المهندس إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية مؤتمر الاستثمار الفرنسي في مصر، والذي تنظمه جريدة الأهرام إبدو بالتعاون مع السفارة الفرنسية وغرفة الصناعة والتجارة الفرنسية. ويعقد المؤتمر في 3 جلسات نقاشية على مدار يوم واحد، وتتناول أهم محاوره التعاون المصري الفرنسي في قطاع الاستثمار والمجالات الاقتصادية المختلفة والفرص الاستثمارية الجديدة في مصر والمشروعات القومية الكبرى وكيفية دعم وجذب الاستثمارات الفرنسية إلى مصر وإزالة العقبات التي تعترضها. sur les investissements français en Égypte et de m'adresser à vous à un moment vraiment très important et très important. أطلقت مصر للطيران خدمة جديدة بالتعاون مع البنك الأهلي المصري، تمكن العملاء من السفر لعدد كبير من دول العالم ودفع قيمة التذاكر بالتقسيط. وأوضحت أن مدة تقسيط التذاكر بين 6 أشهر وعام بأقل فائدة باستخدام بطاقات ائتمان البنك وعبر مكاتب مصر للطيران المنتشرة داخل وخارج مصر. وأكدت الشركة في بيان لها أن القرار يأتي لتنشيط حركة السياحة، خاصة مع بدء فترة الإجازات وأعياد الكريسماس ورأس السنة. استقبل ميناء سفاجة سفينة سياحية على متنها 670 سائح من جنسيات مختلفة قادمة من ميناء العقبة وفي طريقها لزيارة الأقصر وأسوان. هذا وتم إنهاء إجراءات الجوازات على متن السفينة واستقبالهم بصالات الوصول الجديدة لإنهاء إجراءات التفتيش والجمارك وسط إجراءات أمنية. من جانبه، وجه رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر بضرورة التنسيق لسرعة إنهاء إجراءات التفتيش والجمارك والجوازات. وقعت وزارة التموين بروتوكول تعاون مع وزارة الأوقاف لتوزيع لحوم سودانية طازجة على محدود الدخل بأسعار مدعمة. وقالت وزارة التموين في بيان لها أنها ستوفر للأوقاف 188 ألف كيلو من اللحوم لتوزيعها على محدود الدخل في القرى والنجوع والأماكن الأكثر احتياجا. وتعمل الحكومة على توفير السلع الغذائية الأساسية بأسعار مخفضة للمواطنين في محاولة للحد من تأثير القرارات الاقتصادية الأخيرة عليهم، والتي تسببت في موجة ارتفاع للأسعار. زار وفد سوداني مكون من 14 متدربا فرع بنك التنمية والائتمان للزراعية بطنطا في إطار الاستفادة من الخبرات المصرية في بنوك التنمية والائتمان الزراعية، وامتدادا لتوثيق العلاقات بين مصر والسودان في المجال الزراعي. وأكد مدير عام الإرشاد الزراعي بمديرية الزراعة بالغربية المهندس سعيد إسماعيل بتصريح خاص للنهار اليوم أن الزيارة تأتي بغرض تنمية مهارات مديري الفروع المصرفية والزراعية التابعين للبنك الزراعي بجمهورية السودان. مصر والدول الصديقة ككل، يعني في برامج تدريبية بتتم للمبعوثين من الدول دي، بتبقى عبارة عن دورة تدريبية في مجالات التنمية المتعددة في مصر، وفي النهاية بيرجعوا معهم شهادة تدريب إن هم أتموا دورة في مجالات معينة. يعني نحن وفد من البنك الزراعي السوداني حضرنا قبل يومين إلى جمهورية مصر العربية الشقيقة في وفد رسمي في العلاقة بين البنوك الزراعية في مصر وفي السودان، وتبادل الآراء أو تبادل المفاهيم بين البنوك الزراعية لضف أجل التقدم في الناحية الاقتصادية. شنت هيئة الرقابة الإدارية بالغربية حملة على عدد من شركات
ومستودعات الغاز بالمحلة الكبرى لمراجعة أوزان الاسطوانات بعد التعبئة وبعد خروج السيارات النقل المحملة بالاسطوانات لبيعها للمستهلكين. وأكد عضو هيئة الرقابة الإدارية العقيد عبد الله السلطان أن الحملة تضمنت مراجعة الموازين الموجودة بالمحطة ومدى سلامتها ومراجعة عهدة المحطات من اسطوانات البوتاجاز واختبارات الأنابيب للتأكد من مدى صلاحيتها وعدم التسريب. بحث محافظ الإسماعيلية اللواء ياسين طاهر المقترحات والبدائل لنقل خطوط السكك الحديدية خارج الكتلة السكنية بالمدينة، كما ناقش مع ممثلي وزارة النقل والهيئة القومية للسكك الحديدية ناقش مسارات الخطط الجديدة بعد النقل والذي سيساهم في القضاء على الاختناقات المرورية ومشكلات المزلقانات، إضافة إلى تحقيق الانسياب المروري بالمحافظة. تنفيذي هو الأول بالنسبة لتنفيذ مشروع نقل السكة الحديد من داخل مدينة الإسماعيلية. هذا المشروع هو حلم الإسماعيلية من فترة طويلة، لأن ما ينتج من أثار سلبية على وجود هذا المرفق داخل الإسماعيلية عانى منه الإسماعيلية فترة طويلة. أولا هو يقسم الإسماعيلية شطرين، عامل حالة من الصعوبة في الانتقال بين شطري الإسماعيلية. لا، هو اجتماع النهاردة كان بيسبقه فعالية، طبعا في الأول القيادة السياسية مهتمة بهذا الأمر لخدمة الشعب الإسماعيلي أو بنقول عليه الشعب الإسماعيلية، نظرا للمقابلة اللي هم قابلونا بيها النهاردة دي لها تأثير كبير جدا. وهو كان الفكرة أن معالي وزير النقل مهتم بالموضوع بنقل خط السكة الحديد خارج مدينة الإسماعيلية، لأن له مزايا كتيرة جدا متعددة للشعب الإسماعيلي. إلى السويس، حيث تفقد محافظها لواء أركان حرب أحمد حامد وحدة الطاقة الشمسية المستخدمة في رفع مياه الري للأراضي الزراعية بقرية شندورة بحي الجناين، والوحدة تقدم طاقتها لحوالي 19 فدان، وهي مقدمة من طلاب وأساتذة الجامعة الفرنسية بالقاهرة كمشاركة مجتمعية للأسر الأكثر احتياجا بالقطاع الريفي بحي الجناين. تفقد محافظ السويس اللواء أركان حرب أحمد حامد أيضا أعمال سحب المياه المتراكمة من مصرف يوسف السباعي ومصرف قرية عامر ومنعها من الوصول لطريق السويس الإسماعيلية الصحراوية. وأكد حامد على الاستمرار في عملية سحب المياه واستكمال باقي الأعمال بمصرف يوسف السباعي خلال منتصف ديسمبر المقبل، والذي بدأت أعمال الإنشاءات به منذ عام 1999. الآن أخبارنا الرياضية. البداية مع الدوري الممتاز في مرحلته العاشرة، حيث يلتقي الداخلية مع سموحة ووادي دجلة مع إنبي والمقاولون مع المصري. وفي مواجهة من العيار الثقيل يحل الزمالك ضيفا على الإسماعيلي أبناء القلعة البيضاء في المركز السابع برصيد 13 نقطة، بينما يحتل الدراويش المركز العاشر برصيد 12 نقطة. كان مصر المقصة نجح في اعتلاء صدارة الدوري بالفوز بثلاثة أهداف لهدف على أسوان. سجل ثلاثية المقصة كل من نانا بوكو بواقع هدفين ومحمد جبر، بينما أحرز محمد البغدادي هدف أسوان الوحيد. يذكر أن هذا الفوز هو السابع على التوالي للمقصة ليرتفع رصيده إلى 24 نقطة في الصدارة بفارق نقطة عن الأهلي.
ما زلنا مع الدوري الممتاز، حيث اقتنص الاتحاد السكندري 3 نقاط مهمة بالفوز على النصر للتعدين. الوافد حديثا لعب الاتحاد في اللقاء من طرف واحد وضغط بشكل مكثف على النصر للتعدين حتى تمكن كابونغو كاسونغو أن يحرز هدف المباراة بالدقيقة 58، ورفع الاتحاد السكندري رصيده للنقطة 16 في المركز الخامس بالتساوي مع طلائع الجيش الذي ينقصه بمباراة. في الدوري أيضا تغلب بتروجيت على فريق الشرقية بهدف نظيف في الجولة 10، سجل هدف بتروجيت الوحيد في المباراة اللاعب فيكتور أومو في الدقيقة 33 من شوط المباراة الأول، ورفع بتروجيت رصيده للنقطة 22 في المركز الثاني بفارق نقطة واحدة عن مصر المقصة الذي لعب 8 مباريات فقط. نفى عيسى حياة رئيس الاتحاد الافريقي لكرة القدم نقل بطولة الأمم الافريقية القادمة من الجابون إلى المغرب، وأكد حياة خلال زيارته الحالية للرباط أن الجابون مستعدة لاحتضان العرس الافريقي في يناير القادم. يذكر أن حياة يقوم حاليا بزيارة إلى المغرب في وقت أشارت فيه تقارير إلى أن الهدف الرئيسي من وراء هذه الزيارة بحث إمكانية نقل البطولة الافريقية من الجابون إلى المغرب، وأضاف أن المغرب لديه كل الإمكانيات للنهوض بكرة القدم الإفريقية، مؤكدا أنه سيؤيد أن تستضيف المملكة المغربية بطولة كأس العالم لعام 2026. أعلنت اللجنة الأولمبية الدولية تجريد العداء الروسية يوليا زاريبوفا من ذهبية سباق 3000 متر موانع في أولمبياد لندن 2012، وأوضحت اللجنة أنها ثبت وجود مادة التوري نابول المنشطة في عينتها، وكانت ضمن 12 رياضيا تم إلغاء نتائجهم عقب إعادة اختبار العينات. Мы превосходим кенийцев в техническом плане. На самом деле, мне удобнее бежать, вести бег, потому что видно препятствия. أخيرا إلى الأحوال الجوية، حيث يسود اليوم طقس دافئ على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحرية والقاهرة حتى شمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد نهارا بارد ليلا. وإليكم الآن بيانا بدرجات الحرارة. ختاما نذكر بأبرز العناوين. السيسي يواصل زيارته للبرتغال واليوم في مقر البرلمان والأكاديمية العسكرية. النقد تقبل طعن مرسي في قضية التخابر مع جهات أجنبية وتعيد المحاكمة. في الطريق لتحرير الموصل، القوات العراقية تستعيد 3 قرى جديدة. المزيد من المتابعة لأخبار النهار يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني النهار.tv، كما يمكنكم التواصل معنا أيضا عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة فيسبوك، تويتر، يوتيوب، إنستغرام. نهاية النشرة، إلى اللقاء.